أشرف الملك محمد السادس اليوم الخميس بالقصر الملكي بفاس على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19. وبهذه المناسبة تلقى الملك حسب بلاغ للديوان الملكي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19. وطبقا للتعليمات الملكية ستكون حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين، وذلك لتحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي، أي 30 مليون، على أن يتم تلقيح حوالي 80% من السكان، تقليص ثم القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الوباء واحتواء تفشي الفيروس في أفق عودة تدريجية لحياة عادية. وستتم هذه الحملة بطريقة تدريجية وعلى أشطر، ويستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والمقيمين الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.